مشاهدينا ومستمعينا السلام عليكم ورحمه الله حلقه جديده من زوايا تتابعون فيها اطفال غزه ضحايا اله التدمير الصهيونيه فهل من الانسانيه بمكان السكوت عن هذا الاستهداف المباشر والقتل المتعمد ومتى التحرك لايقاف جرائم يندى لها الجبين في مواجهه الدعايه الصهيونيه ومجتمع دولي يرى بعين واحده ما هو نوع الخطاب المطلوب لايصال الحقيقه الى الراي العام العالمي وهل ينجح الاعلام والمؤثرون في فضح العدو الاسرائيلي وكشف ادعاءاته اهلا بكم شكرا يا اسعاف منحبكم كثير كان عايش والحجارة بتمه، الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا شعره كارلي وأبيضان وحلو بعض من عبارات كثيرة للتاريخ حفرت في السجل الأسود للإنسانية كلمات لا تنعى أصحابها بقدر ما تنعى الضمير وتصف تحجر القلوب في نفوس البشرية فكيف السكوت عما يجري إذن؟ من يستطيب الصمت وإدارة الظهر أمام مشاهد قتل الأطفال وتشريدهم وتجويعهم وكيف يستطيع؟ خسئ الصمت إن كان عجزاً عن رفع الظلم خسئ الصمت إن كان تخاذلاً على دماء الأبرياء وحصاراً لهم يقتلون الأطفال لأنهم يخافونهم يخالونهم الان او مستقبلا ماردا يحمل حجاره في وجه قذائفهم ولا يموت كلما قتل يحيا في نفس ابيه من جديد صرخات هؤلاء الصغار ستبقى نداء المظلوميه والحق في صدى هذا الزمان ودماؤهم عار هذا الكيان ووصمه عجزه ووحشيته عليها وعلى دماء الشهداء دائما كل الرهان أطفال غزة وواقعهم الدامي موضوع حديثنا مع دكتور إيهاب القسطاوي الكاتب والمفكر ومدير كرسي الألكسو في خدمة الطفولة السلام عليكم دكتور إيهاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وأنتم متحدثون عن الطفولة وفي خدمة الطفولة أين هي الطفولة اليوم فيما نراه ونسمعه عن أطفال غزة تفضل الحقيقة أنا يعني مش عارف أتكلم منين أو, أبتدي, من أو أبتدي منين لأن الوضع الذي نحياه في هذه الأيام يعني من أصعب مما يكون الحقيقة من أصعب مما يكون زي ما حضرتك نويت في البداية أنا كمان إن الكلمات توقفت في الحناجر من, 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 من حجم الألم م. طبعا أطفال فلسطين فلسطين يدفعون ثمن فاتورة التخاذل العربي في المقام الأول وثانيا يبرهنون بالدليل القاطع على سقوط الضمير الإنساني العالمي ان هذه ليس الا شعارات براقه لا تتصل بارض الواقع بصله لقد تهاوى الضمير العالمي في بركه دماء اطفال فلسطين نعم. طبعا لما بتكلم النهارده في 19 يوم طبقا للاحصائيات الرسميه الصادره عن وزاره الصحه الفلسطينيه 2704 طفل في 18 يوم. السكوت انا طبعا يعني انا حابب يعني الموضوع متشابك في امور كتير بس انا حابب اتكلم يعني. اتكلم اتكلم بعد اذن حضرتك في في, في نقطه في عجاله في نقطه غايه في الاهميه. اللي كان بيبرهن على سلوك الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من فرنسا و... وألمانيا وإيطاليا مه. طبعاً يعني إحنا لما نكن ننتظر منهم أي شيء على الإطلاق أمريكا التي قامت على أنقاض شع... شعوب أصلية الهنود الحمر بأبشع الطرق وبأبشع أنواع القتل لا ينتظر منها غير ذلك فرنسا اللي قامت بأكبر مجزرة في التاريخ الإنساني في رواندا راح ضحيتها 800 ألف مواطن من رواندا اللي قتلت مليون شهيد في الجزائر لم ينتظر منها أكثر من ذلك ده أنا لا أعول على على الدول الغربية ولكن أعول على مجتمعاتنا العربية وشعوبنا العربية وأنظمتنا العربية من المحيط إلى الخليج طب بالسياق اللي عم تتفضل فيه واللي طبعا نعقب عليه ايجابا ونشد على ايدكم في هذا الموضوع دكتور ايهاب يعني الجرائم بحق الطفوله في غزه بعد قرابه ال يوما هل ما زالت تخفى على احد يعني او يمكن ان لا تكون واضحه امام الراي العام العالمي حتى يدار الظهر او يعني تكون هذه المحاولات كما قلنا في البدايه اولا انا يعني انا يعني عايز, عايز 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 اتكلم في نقطه معينه الغرب بشكل عام نجح ان احنا يخلينا شعوب مستهلكه فقط مستهلكه لكل شيء شعوب ليس لديها المقدره على اي نوع من انواع الابداع لدرجه ان احنا كمان اصبحت الشعوب العربيه بتتاثر بالاعلام الغربي وليس الاوروبيين او امريكا من هنا في اله اعلاميه غربيه ضخمه ترسل لها مليارات الدولارات سنويا لبث الاكاذيب للعالم كله في حين في حاله وهن وهن عربي في في كل الاتجاهات طبعا ما عندناش آله اعلاميه انها تقدر تضاهي هذا الموضوع انها تقدر تبين للغرب الحقائق بشكل علما بانهم عارفين هم مش محتاجين لان هم لهم مراسلين موجودين بيشوفوا المجازر ال 24 ساعه ولكن هذا هو انعدام الضمير المهني عندما يصبح الاعلام جزء من منظومه سياسيه مم. استعماريه موجهه لشعوب العالم الثالث وليس العالم العربي فقط لا, لا طبعا بس احنا لينا دور واعتقد انه مهم جدا مم. يعني بتمنى وبامل من الجميع ان يتم هذا الموضوع يعني انا كنت بشوف خلال الايام الفاتت نتيجه القيود اللي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي على الصور انه كله كان بين نفسه عشان ما تتقفلش منصه او تتقفل صفحته فيمتنع عن نشر هذه الصور لا اشرف لك مليون مره انك تنشر وتتقفل الصفحه وتفتح صفحه تانية، افضل من الصمت احنا مطلوب بالفعل مطلوب الصور دي توصل للعالم وانا شخصيا انا بتكلم بشكل عام انا برضو نظرا لهذه الظروف انا بوثق إيه وثقت حتى هذه اللحظه اكثر من 3800 فيديو مم. للمجازر اللي تمت للاطفال في فلسطين وحفظتهم بالفعل على في الأشتر. وانا بصدد ان الافلام دي كلها بالكامل اللي هتتجمع الافلام الوثائقيه بالكامل الى جانب رصد يومي حتى اليوم ال 19 اللي احنا فيه المجازر لحرب الاباده الجماعيه اللي بتتم في غزه وهتترجم بكل لغات العالم يعني جميل احنا بصدد بصدد ترجمتها بالفرنسيه مم. والانجليزيه والايطاليه والاسبانيه لتقديمها لمحكمه لمحكمه العدل الدوليه مم. واعتقد ان ده اسلوب العاجزين انا بعترف يعني انا بعمل كده هذا وعارف اني عاجز بس لابد خاصة امام يعني يكون هكذا منظمات دوليه اصلا تدار أن يكون هناك مع رؤوس الظلم. فعل عميني. حتى لو فعل إيجابي بسيط يعني م. أنا حتى وأنا بعمله أنا نفسي غير مقتنع به بشكل كبير لأن لا أعول على كل المنظمات الدولية من أولها لآخرها لأنها زي ما جميع المنظمات الدولية سقطت في دماء أطفال فلسطين قولا واحدا فأنا لا أعول على أحد لكن على الأقل إحنا بنحفظ للتاريخ لأن اطفال المجازر التي تمت لاطفال فلسطين كشفت الجميع كشفت المتخاذل وكشفت من نأب نفسه وكشفت المطبع وكشفت التابع وكشفت كل ذلك جميل. النهارده اطفال فلسطين عروا كل ما في العالم طب على سيره الكشف وفي هذا السياق دكتور ايهاب القسطاوي يعني هل يمكن تصديق ذريعه العدو بانه يستهدف بقرات المقاومه الفلسطينيه وغالبيه ضحاياه من المدنيين والاطفال يعني من الواضح نيه القتل المتعمد للابرياء فكيف يمكن السكوت عن ذلك سيما من المنظمات الحقوقيه العالميه والامم المتحده لك ان تعرف يعني واضحه لك ان تعرف سيدتي الفضل لما نقول ان الغيط النهارده يعني عندنا 17439 إصابة في 18 يوم معظم 95% من تلك الإصابات تمت في أماكن تجمعات للبشر أمام المخابز في البيوت المنازل الآمنة واللي هم متأكدين ولا ليس بيها سلاح ولا ليس بها عناصر من المقاومة لكن كانوا بيستهدفوه لأن العدو جبان العدو بنك اهدافه هم الاطفال والمسنين والنساء العدو لا يستطيع ان يواجه المقاومه الحقيقيه ولكن يواجه اطفال وانا بقول يعني يعني يا عندما تصطف بوارج امريكا وفرنسا والمانيا على سواحل غزه لقتل لقتل اطفال فلسطين اعتقد دي سابقه تاريخيه ووصمه عار اعتقد هيحفظها التاريخ جيدا وهين منها سن من الزمان. هيحفظها ل... التاريخ فعليا؟ بالتاكيد. مم. ألم تمحى التاريخ يمكن ان يزور في حقبه زمنيه. لكنه لا يمكن ان يمحى. التاريخ موجود. النهاردة انا النهارده وانا بتكلم وانا بحكي بقول ان فرنسا انا لا اعول عن فرنسا لما الرئيس الفرنسي يذهب الع... مش العاصمه، يذهب للكيان المحتل ويعلن تضامنه و... وحقه في الدفاع عن نفسه ويغض النظر عن المجازر التي تتم لفلسطين فانا فهو أكل... فهو تقلد اكليل العار من فلسطين. ذلك الكيان الفرنسي اللي انا بتكلم عليه اللي واحنا بنتكلم في السياق التاريخي اللي ايديك طرفت اكبر في... مجزره في التاريخ في في, في رواندا 800000 ومليون ومليون شهيد جزائري النهاردة اللي ما تطبع في سجونه حتى هذه اللحظه الشهيد جورج عبد المناضل جورج عبد الله حتى حتى هذه اللحظه بدون اي اطارات قانونيه بالاخر ويتحدث عن الحريه هو للاسف هم يتحدثون عن حقوق الانسان بشكل نظري في مجتمعاتنا فقط لكن النهارده هل هل هناك قانون في العالم يجيز ان ان يمنع مظاهره لمناصره فلسطين، اتفرجي حضرتك على شاشات التلفزيون وشوفي قوات الآن في المانيا وفي فرنسا وفي انجلترا بنهجها الوحش وهي بتقمع المتظاهرين اللي واقفين مع القضيه الفلسطينيه. <applause> انا شايف ان اللي حصل البطل الحقيقي فيما في في حدث خلال تلك الـ الـ الايام السوداء اللي احنا بنعيشها هم اطفال فلسطين. النهارده فلسطين اصبحت في صداره القضايا في العالم كله. فلسطين التي كانت تقبع منذ 75 عام في اعنف واشد الظروف اللي ممكن يحياها اي انسان في التاريخ من احتلال ومن قسوه ومن انتهاك للحقوق الانسانيه ومن كل شيء في الدنيا، النهارده تصدرت كل القضايا الانسانيه. النهارده ظهر النهارده ظهر المعدن الحقيقي والحقيقي والمعدن السليم للشعوب العربية وظهر توجهها الأساسي وهو مدى انتماء لقضية فلسطين مهما كلفوا ودفعوا من أموال طائلة لكل وسائل الإعلام العالمية لكن النهاردة أعتقد أن الشعوب في العالم كلها ابتدت تفوق وتصحو من تلك الأكاذيب وأنا النهاردة يعني شايف مظاهرات في الولايات المتحده نفسها، في فرنسا رغم القمع اللي بيتم فيها، في انجلترا، في افريقيا، في كل مكان في الدنيا هي مظاهرات داعمه لفلسطين، وأعتقد... واعتقد ان المصير الحقيقي للارهاب نتنياهو ومن هو على شاكلته وال... والارهاب الاكبر بايدن هي مزبله التاريخ، لو ما قدرناش نحسبهم النهارده لكن صدقيني انا كل ثقه وايمان ان مكانهم ووضعهم الطبيعي هو مزبله التاريخ. طيب هلا بالحديث العملي او العملاني دكتور ايهاب القسطاوي وحضرتك تتولى يعني منصب ومعني بشكل مباشر بمطالبه بحقوق الاطفال عموما والطفوله وعم نحكي اليوم عن طفوله الجريحه والمنتهكه في فلسطين المحتله في غزه. طيب اليوم يعني كان القصد من السؤال انه بطبيعه الحال اليوم كل الشعوب الحره وكل الاحرار تحرك ويتوقفون عند هذه الجريمه الكبرى التي تمارس في فلسطين وعليها ولكن كمنظمات دوليه يعني اليوم هذا هذه الفيديوهات اللي عم تحكي عنها وكل ما نشر على وسائل التواصل وما يتم السعي دائما لايضاحه ألم يشكل حتى الآن دليلا كافيا أو مادة يعني توضع بوجه المنظمات الدولية حتى لو كانت تتعاطى بشكل يعني هيك شكلانية دورة شكلاني ولكن بالأقل أنه هذا دليل دامغ على الجرائم بحق الطفولة بعد في إمكانية أو في احتمال أنها تسكت ألا يجب عليها التحرك ولو هيك من باب عدم هدر ماء الوجه يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بالفعل يعني يمكن الفتره اللي فاتت يمكن احنا شفنا امبارح اثناء اجتماع مجلس الامن التصريح الذي ادلى به الامين العام للامم المتحده نعم ان المقاومه في فلسطين لها حق ما حدث نتيجه تراكمات سنوات طويله وهي كانت محقه في اللي هي عملته في هذا الامر وده اللي دعا حتى مندوب الكيان الصهيوني في مجلس الامن انه يطلب باستقاله الامين العام ويطرد بطرد البعثه الامميه الموجوده في الاراضي المحتله. لا بالفعل في في تحرك ومن اول يوم وبالذات ان المنظمات الدوليه يعني لك ان تعلمي ان منظمه الامم المتحده قتل منها 26 موظف من العاملين في قطاع غزه <applause> خلال الفتره اللي فاتت على مرأى ومسمع من العالم. بالنسبه لنا انا خطبت الامم المتحده من خلال لجنه الطفل الممثله في 11 عضو من العالم كله وخطبتهم خطبتهم رسميا بمذكره رسميه وموثقه بهذه الانتهاكات ولابد ان يكون هناك تحرك بشكل عب. علما انا بقول هذا الكلام وانا غير مقتنع به لان ما زلت اشعر بالعجز، لان انا بتمنى النهارده صدقيني وانا مش بقول من فرط الحماس ولكن من فرط القهر الذي اشعر به حاليا اذا فتحت الحدود اليوم النهارده يعني لو اتفتح لي منفذ امر من, من لبنان او امر من مصر او من اي دوله من الدول التي لها حدود انا سوف احمل السلاح واسلم. لكن أكثر لانني لا ارى عمل ايجابي اشرف من حمل السلاح لمواجهه هذا العدو لان هذا العدو لا يفهم لغه البيانات ولا يفهم لغه الدبلوماسيه ولا يفهم لغه الانسانيه لكن لا يفهم الا لغه القوه لذلك لابد ان يكون الرد بالقوه وليس باي نوع من انواع البيانات <applause> طب يعني بدنا نرجع لانه نحن بالنتيجه عم نحكي بالسياق الرسمي للتواصل والتعاطي مع المنظمات الدوليه ولانه ايضا حضرتك معنى بهذا الامر كونك على راس احدى يعني المؤسسات التي تتعاطى بهذا الشان وفي هذا التواصل مع المنظمات الدوليه، اذا بدنا نتوقف عند قراءه لاحصاءات حول العنف الذي يطال الاطفال في فلسطين سيما بعد هذا العدوان دكتور ايهاب، يعني من ناحيه القتل، الترويع، التهجير والتشريد، التجويع شو فيك تحطنا بالجو اكثر بهذا الاطار بحكم متابعتك بعض الارقام ايضا اولا نحن عاملين مرصد بيتابع يعني بيتابع حالات الاستشهاد اللي نعم اللي, اللي بتتم كل يوم باطفال فلسطين قبليها قبل قبل 7 اكتوبر طبعا كان في موضوع انا كنت شغال عليه بشكل شخصي ان ان العدو الصهيوني كان بيحضر قانون مشروع قانون بيقدمه في في الكنيست no. إيه لمحاكمه الاطفال الذين لم يبلغون السن القانونيه اللي انا بقول عليه طفل بيتمتع بمظله بي 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 الطفوله انه يتحاكم امام حاكم عسكري oh. في الوقت ده طبعا انا قدمت مذكره و للجنه الطفل في الامم المتحده واليونسيف ان لابد من التصدي لهذا المشروع المشبوه وعدم تمريره اشتغلنا في الاطار ده بالفعل ده وقف الموضوع يعني كان في حدته وبالذات الحاجه الثانيه طبعا الاطفال انا عشان اقول طفل لابد ان يتمتع ببيئه عادله للحياه هل وبعيدا عن الارقام هل اطفال فلسطين يتمتعون في بيئه عادله من الحياه هل اطفال فلسطين الطفل عندما سئل الطفل الفلسطيني عندما سئل ماذا تتمنى ان تصبح عندما تكبر فرد علي رد بمنتهى البراءه في الدنيا قال له نحن لا نكبر اطفال فلسطين لا تكبر لاننا نموت اطفال كل يوم اي بيئه واي انتهاك اكثر من هذا الانتهاك الانتهاك محرومين من التعليم من المدارس بشكل طبيعي محرومين محرومين من الحياة من, يعني كل اليوم... طبيعة الحياة لا, ما زالك فت بمسألة الحقوق خلينا نوقف عندها دكتور إيهاب القسطاوي يعني اليوم مهمتكم ومهمة المنظمات اللي بتتعاونوا معها بأنه تشرف وتكون حريصة على يعني وصول الحقوق لكل طفل حول العالم اليوم أطفال غزة وفلسطين بالعموم اليوم حق الحياة عنده مهدد أه بد عم تحكي بالتعليم قبل التعليم هلا عندك كل حق كل الطبابة والاستشفاء حق الغذاء اليوم يعني عم بي بي في في حملة تجويع ممنهجة لهذا الشعب وسيما للأطفال أنا مش بتكلم على المرحلة دي ومين قال يعني احنا دايما يعني أنا شايف للأسف إن حتى في الإعلام العربي إن إحنا بنحاول دلوقتي الغ... قضية فلسطين إنها قضية حالة إنسانية بتتم النهارده في من يوم 7 أكتوبر لغاية النهارده مم. هذا غير صحيح بالمرة ما يحدث نعم ما ما رأيناه وما نراه من مجازر يومية هي كانت بتتم من 75 سنة كانت بتتم تلك المجازر يعني هذا ليس جديد ولكن مم. ما بيتم النهاردة بيتم بكثافة بس فقط هو بتركيز لحصر القضية لموح هم أمنية حياتهم عايزين يشيلوا غزة قطاع غزة من مكان ما عندهمش أكتر وعم يشتغلوا على هذا الأمر طبعا يعني الإبادة طبعا يعني آخر أرقام ما وصلتنا البارحة تحديدا دكتور إيهاب القسطاوي عن إبادة حوالي أكثر من 600 عائلة إبادي كامل. اكثر يعني, كمان. يعني أنا... أنا من سجلات النفوس واقع قاسي جدا بحقيقة الأمر وطبعا غالبية هذه العائلات هي من الأطفال والنساء والمدنيين والأبرياء طيب يعني هون لما عم نحكي عن هذا الإنتهاك الفاضح والواضح لأبسط حقوق الطفل والإنسان قلنا ابتداء بالحق بالحياة والسكن الامن والغذاء والطبابه وصولا الى التعليم اللي انحرموا منه ما بنعرف الى ايمتى هذا العام. طيب كيف ممكن تتحرك كل المنظمات المعنيه؟ ما الدور المطلوب جديا وفعليا منها اليوم؟ ابتداء من حضرتكم يعني حضرتك اعطيت بعض الاشارات بس اتمنى بالاجابه انه تكثف بلكي من خلال خطه معينه حضرتكم عم تشتغلوا عليها. من بعد هذا العدوان للمطالبه بحقوق هذه هؤلاء الاطفال اقله بوقف آله التدمير عنهم والقتل المتعمد. الحقيقه احنا كان في شغل بالآليه الدبلوماسيه المتعارف عليها وانا بقول يعني انا بعترف وعلى الهواء وامام الجميع ان 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 تلك الآليات لا لا تقضي مع عدو متعطش بالدم. نه. لا يجدي. لا يو. ما قيمه الاف البيانات يعني لك أنت تصوري ان تتصوري ان ال 22 دوله عربيه اصدروا بيانات وال 22 دوله عربيه طالبوا بوقف اله الحرب الجنونيه الصهيونيه التي تتم على اهلنا في قطاع غزه ماذا اثر هل ارتضع العدو من البيانات؟ العدو لا يرتضى من بيان ولا يرتضى ولا يشعر من طيب خلينا نطلع عن البيانات السعي بشكل جدي لوصول المساعدات احنا للناس بنضغط على كل بنمارس اقصى درجات الضغط إنه يوصل كل حاجه وده انا بالمناسبه يعني انا عايز اقول لحضرتك هو مش اطفال فلسطين بس اللي داخل فلسطين هو الاخطر كمان الاطفال اللي جايين فلسطين ما عندكيش فكره المعاناه التي يعانوها يعني بشكل كبير قد ايه وده انا اشتغلت يمكن انا آآ آآ من شهرين انا مريت على كل المخيمات الفلسطينيه هنا في لبنان من طرابلس الى سور ما عندكيش فكره انا وكنت ببكي ببكي لما باخد طفل اخده في حضني وهو بيقول لي انا ما اساله يقول لي انا اتولدت هنا وابي اتولد هنا وجدي اتولد هنا وانا نفسي اشوف بلد فلسطين هل هناك قمة قهر انساني في الكون قد ان يحرم طفل من وطنه ان يحرم انسان من وطنه لانه لا يعمل حتى اوراق ثبوتيه انه يوصل فلسطين الشعب الفلسطيني البطل اعتقد ليس هناك امه في العالم في تاريخ الانسانيه عانت كما عانى اطفال كما عانى اهلنا في فلسطين الواقع طبعا الواقع ابشع من الصور وابشع من اللي بيتقدم في وسائل الاعلام طبعا. وابشع بكتير بمراحل كتيره جدا مش مش القصه لا تختزل على حالات الوفاه او الارقام للاسف اصبح يعني ال... الانسان رخيص جدا في هذا العالم للأسف. اصبح الانسان لا حجم تعاملنا معه انه عدد او رقم في بيان وليس اكثر من ذلك الانسان الطفل اللي بيموت احنا بنذكر انه طفل لكن ما بنذكرش ان امه ان والدته لو عايشه هي كمان ماتت لو ابوه هو عايش هو كمان مات لو اخواته هم كمان عايشين هو مات ال الواحد في الحرب ما بيتحسبش واحد لكن بيتحسب بيتحسب قصاده عائله كامله لكن انت تتصوري ام انا حتى تلك اللحظه لم استطيع ان افوق من صدمتي عندما كنت اسمع صراخ تلك الام الفلسطينيه البريئه وهي تنادي الاولاد ماتوا وهم جوعى ما كلوش قبل ما يموتوا لا. اي ضمير عربي اي ضمير عالمي الكل سقط في العار افهمك افهم هذه الحرقه واللي عم نعيشها كلنا دكتور ايهاب القسطاوي مهمتنا نبقى نعلي الصوت ونأكد على مظلومية هذا الشعب وأحقيته أحقيته بالحياة العزيزة الكريمة مع كل الخدمات اللائقة بالحياة يعني ومهمتنا دائما نفضح ارتكابات هذا العدو ونحاول قد ما فينا أن لا نقبل أن تكون هذه الضحايا مجرد أرقام وأن يعني يكون هذا التعداد يدخلون في فخ التعداد فقط وكأنه مروا على الحياة دون ما أي أثر تركوا فينا بصمة كبرى ويعني وخز دائم لضمائرنا ونحن الذين نعتبر أنفسنا غير مرتكبين لمجرد أنه فقط نحن متفرجين وعاجزين كيف الناس التي يعني تعيش هذا العار و يغمسها من راسها الى اخمص قدميها، نحن صرنا بختام هذا اللقاء يعني بقدر هذا هذه الحاله الوجدانيه والانفعاليه التي يعني تظهر عليكم وتشعرون بها، ولكن هيك خلينا نلم الحديث بالختام مع كلمه لالك وخلينا نحكي عن جهود معينه قد تفيد، ما في شيء ما بفيد بمكان ما خاصه في هذه الظروف العصيبه، تفضل. انا الحقيقه طبعا يعني بتمنى من حضرتكم الساده المشاهدين ان يعذروني في تلك الحاله التي قد ابدو عليها واظهر عليها بالفعل يعني انا اعتقد ان انا بعيش اسوا ايام حياتي تلك الايام بالنسبة للرد حضرتك بالفعل أنا مع حضرتك لابد أن يكون هناك عمل إيجابي يواكب تلك الأحداث وأنا برضو عايز أطمن حضرتك أن خلال حتى الأيام اللي فاتت أعتقد أن احنا قمنا من خلال الأطفال نفسهم يعني النهاردة وأنا بكلم حضرتك النهاردة تم تنظيم أكبر فعالية لدعم فلسطين في دولة الكويت وده كان بالتعاون معنا ومع المجلس الوطني للثقافه والأدب والعلوم ووزاره الاوقاف الكويتيه بالفعل نظمنا فعاليه كبيره جدا دعما لفلسطين واطفال فلسطين امبارح برضه نظمنا فعاليه كانت من الهمه انشانا معرض الكتاب الفلسطيني في المملكه الاردنيه لجميع وتم تخصيص عائد ذلك المعرض لمساهمه كاملة لأطفال فلسطين جيد. جميع مبيعات ذلك المعرض فعالياتنا امتدت منذ أكثر من من 8 أيام في كل العواصم العربية يعني تونس الجزائر ليبيا المغرب البحرين أول امبارح كان في البحرين وكانت فعالية برضو من المهمين جدا إن إحنا بي... إحنا بنعول دلوقتي على خلق وعي جمعي جميل واللي احنا بنراهن هم اطفال اليوم مهم. لان احنا كفرنا بكل آه 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 الاجيال الماضيه اللي بتمثل حتى جيلنا لانها بتمثل نوع من انواع السلبيه ولكن النهارده ان احنا بنعيد بناء جديد لاجيال جديده تكون في الاولويه لديها الانتماء لاوطانهم وفي المقدمه الانتماء لفلسطين بتعرفهم بالحقائق, بالحقائق التي عملت العدو الصهيوني وعملت امريكا كمان لتشويهها ولخلق روايه مخالفه لعجله التاريخ ولا طبيعه الجغرافيا بالاخر وفرض كيان محتل هو قاعده قاعده لهم في المنطقه النهارده ان احنا بنقدر نخلق جيل كامل مؤمن بهذه القضيه مش مؤمن مش مؤمن وبس وعلى اتم الاستعداد ان يضحي من اجلها. ده نقطه، النقطه الثانيه زي ما قلت لحضرتك احنا وثقنا كل الفيديوهات قبل ما يتم حذفها هيدا هيدا شيء كثير مهم حقيقة ما يتم. في بالبداية وهلا منيح قبل نعم. ما يتم حذفها لأن إحنا لاحظنا إنه معظم الفيديوهات اللي بيتم بثها للأسف طبعاً ما فيش مواقع إعلامية اللي بتنشرها ولكن إحنا بناخدها من صفحات الناشطين الناشطين الموجودين داخل فلسطين نفسها فبنلحق ناخدها وبنحفظها على السي قبل حذفها حتى يكون لدينا لدينا أرشيف متكامل لتوثيق تلك الجرائم وطبعا بالكامل يعني احنا بنتمناش انا كل يوم بيمر عليا بتمنى ان اليوم ان عدى يقف ما اقولش النهارده اليوم ال19 او العشرين 20 بتمنى ان نوصل لساعه الصفر لكن مع ذلك مع على كل حال من الاحوال احنا بنوثق كل هذه الفيديوهات والمشاهد الحيه لتلك المجازر الدمويه التي ارتكبها العدو الصهيوني م. كمان بنترجم احداث من يوم 7 اكتوبر حتى هذا اليوم ببيانات رسميه ومعطيات حقيقيه بكل لغات العالم وان احنا بنبعتها يعني احنا بنركز في الفتره دي مش المنظمات الرسميه بس لكن احنا بنفضل كمان الجمعيات الاهليه او جمعيات المجتمع المدني داخل اوروبا بالتحديد وانا بستهدف يعني انا تحديدا بستهدف المجتمع الفرنسي والمجتمع البريطاني وال والمجتمع الألماني نتيجة ترويج سيطرة آلة الإعلام الكاذبة صحيح تضليل. في خلق حالة من من التضليل زي ما حضرتك تفضلتي بنتوجه لهم بوجه لأطفال أوروبا كمان جميل. يعني يعني إن شاء الله خلال قبل يعني قبل نهاية الشهر القادم هيكون صدر 12 كتاب عن فلسطين موجه لأطفال أوروبا وامريكا بشكل جميل جدا حلو, حلو بنجهزهم دلوقتي وهم دلوقتي في سياق الطباعه يعني يعني دول هيبقوا متوفرين لاطفال اوروبا واطفال امريكا ان شاء الله يعطوكم مجال انه تنشروه مثل ما لازم ويلاقوا الصدى المطلوب احنا خلاص انا يعني الكتب اتكتبت بالفعل وهي في المطبعة دلوقتي احنا بنناقش دلوقتي هيات وصولهم ازاي سواء لا. عن طريق بالضبط. عن طريق جمعيات مجتمع مدني مم. من المناهضة للصهيونية وخطر الصهيونية او عن طريق شركاء لنا لكن على اي حال من الاحوال احنا بننفذ هذا الامر وانا واخده على عاتقي يعني كاولويه وقصوه الله يعطيك العافيه وجهد مبارك وكن على يقين ان شاء الله طالما في هذا الايمان بالقضيه وباحقيه هؤلاء يعني الاطفال والابرياء ان شاء الله راح يكون في كل الاثر الطيب للجهد اللي عم تتفضلوا فيه وتشوفوه وتشوفوا اصداء عالميا ايضا لنحرك الراي العام يعطيك الف عافيه مشكور مره جديده دكتور ايهاب القصطاوي حللت ضيفا عزيزا شكرا مستمرون معكم مشاهدينا ومستمعينا الى هذا الفاصل ثم أنا اهلا بكم من جديد. حاصر حصارك لا مفر، اهزم عدوك لا مفر. معادلة ارستها الاحداث الاخيرة في المنطقة حيث يفرض جور العدو الصهيوني وجرائمه الوحشية بحق الابرياء في قطاع غزة مواجهة حتمية. فكيف يمكن وصف المشهد حاليا وقراءة تبعاته؟ وفي مواجهه الدعايه الصهيونيه ومجتمع دولي يرى بعين واحده ما هو نوع الخطاب المطلوب لايصال الحقيقه الى الراي العام العالمي. اسئله نطرحها على الباحث في الشؤون السياسيه الاعلامي الاستاذ روني الفا. اهلا وسهلا فيك. بكم التاهيل وبقناه الايمان وبالمشاهدين الكرام ببرنامجك الرائع والراقي. بنرحب فيك ضيفا عزيزا. شكرا. باجواء يعني كثير صعبه حقيقه، يعني لما نلتقى بنحاول انه نستبشر خير ببعض ولكن توصيف الواقع وبعدك عم نقول هيك تحت الهواء قلت يخوننا الكلام لهالدرجه الواقع قاسي مؤلم ولكن بالوقت تذاته هو تحدي تحدي كبير وان شاء الله لازم يكون قده توصيفك وقراءتك العامه لوين وصلنا اليوم بعد قرابه ال يوما من بدء هذا من بدء هذه العمليه بلشنا بطوفان الاقصى وامتد الى العدوان على غزه تفضل اولا شكرا يعني للاستضافه بهالمنبر المقاوم اهلا بك تحضرني عائلة أحد الزملاء اللي استشهدت عائلته امبارح بقناة الجزيرة والدحدوح الدحدوح بعدني بتذكر هالكلام اللي قالوا أنه يذرف دمع الكرامة ودمع الصمود ودمع المقاومة وليس دمع الجبن ودمع التراجع وهو كان يحمل اطفاله بين يديه قبل الغسيل والتكفين شوف اللي عم بصير بغزه زميلتي العزيزه ما شفته انا بكل قراءاتي بالمدن المقاومه والمحاصره بالعالم في نموذج مدينه صور مثلا اللي بالتاريخ قاومت الاسكندر والى اخره في نموذج ستالينغراد في نموذج سايغون بفيتنام في نماذج كثيرة إنما النموذج في غزة سيحفر في التاريخ أجيالا وأجيالا وأجيالا وقد أورثنا اليهود الصهاينة أحقادا ستستمر إلى مئات السنوات وبالتالي لا يمكن لنهر الدماء الذي رأيناه يسيل في غزة والذي يذكرني ب بواقعة الطف بكربلاء طيقنت... ذكرنا تيقنت اليوم تيقنت اليوم أن كربلاء لم تكن دما شيعيا فقط جميل. بل كانت دما إنسانيا دما سنيا دما مسيحيا دما أمميا دما إنسانيا وبالتالي لا يمكن إلا أن تنتصر غزة بعد كل هذه الشهادة التي عرفتها من مش بس من سبعة وعشرين لليوم ومش بس من 17 سنه 16 17 سنه لليوم هو تاريخ حصارة المباشر ومش بس من 48 لليوم انما من وقت ما الصهاينه حاولوا انه يسبوا ويغتصبوا هذه الارض من اوائل القرن السابع عشر عندما تشكلوا بالبروتستانتيه الجديده وبلشوا يفكروا انه يسبوا الارض الفلسطينيه أنا أوجه رسالة قبل ما نحكي سياسة وقبل م? ما نحكي إعلام واستراتيجيا رسالة إلى أبطال غزة يا ريت الألم بيقدر يعني يطلق النار على العدو يا ريت رؤوس الأقلام ممكن أن تطلق الرصاص كنا أطلقناها ويا ريت الإعلاميين واللي عم يشهدوا للحق قادرين يكونوا اليوم حد أهالي غزة اللي منهم احياء تحت الانقاض نعم. ومنهم شهداء تحت الانقاض آه انما اللي بقدر اقوله المدينه اللي بتقدم على مذبح الشهاده 2500 طفل آه لا يمكن الا ان الا ان تنتصر كل هؤلاء الاطفال اللي صاروا ملائكه بالسماء ستتحول السماء الى امطار وزخات جميل. من الحجاره رح تستعيرها من غزه لتقصف فيها الصهاينة وبالتالي أنا أبشر من اليوم أنه اللي حدث بسبعة تشرين غير عميقا جدا في مفهوم الصراع العربي الفلسطيني وأنه ما بعد طوفان الأقصى وهلأ بنحكي وين بيوصل هذا الطوفان ما بعد طوفان الأقصى لا يشبه ما قبله وأن التغييرات الجذرية التي طالت البنية الهشة والمهترئة لهذا الكيان تغييرات ستؤدي إلى تفكك كل المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية في هذا الكيان ما تخافوا أيها العرب ما تخافوا أيها العالم الحر أو ما تبقى منه حرا ما تخافوا أنا ب... من بموقع أعطي معنويات لأهالي غزة أهالي غزة هن اللي عم بيعطونا أمثلة بال... بالمعنويات مدهشين يعني بيطلع 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 مواطن غزاوي على ركام بيته بيطلع بالاسرائيلي بيقول شوف انت هدمت لي بيتي انا راجع الليل نام م. ببيتي المهدم وهول الحجاره اللي حولت لي بيتي الى كومة حجاره بدي اكفيهم حجر وحجر طيب هذا كيف بدك تقضي عليه؟ هذا كيف بدك تنتصر عليه؟ هذا سينتصر دمه سينتصر شهادته ستنتصر هيدي غزه واللي ما بيعرف غزه خليهم يقروا هاو الصهاينه ومنهم اللي بيقرا خليه يعتبر هيدي غزة لا عمرها 100 سنة ولا عمرها 200 سنة، هاي غزة عمرها 2500 3000 سنة، هيدي مدفون فيها جد الرسول، هيدي هيدي الإمام الشافعي خلق فيها وتوفى فيها واندفن فيها، هيدي الروم الارثوذكس والأنجليكان والبروتستانت والكاثوليك والموارنة، هيدي 360 أو 65 كيلومتر بس شو طبعا شفت طبعا طبعا وخمسة 365 اذا بدك كيلومتر مربع ستعلم العالم درسا في الحريه ودرسا شفت. في الصمود سيذكره التاريخ الى اجيال قادمه يعني بناء على هذا الكلام اللي له بعد بطبيعه الحال وجداني وايضا له بعد بالقراءه السياسيه من فوت منه لحتى نتوسع ونسألك أيضا بشكل مباشر عن قراءتك للرد الإسرائيلي حتى الآن يعني هو بعضه بموقعية المنفعل واللي عم يعمل ردة فعل على العملية عملية طوفان الأقصى رد حتى اليوم بعد عشرين يوم تقريبا خليني, خليني أقول إذا بدك شو هو حجم الخسائر م -م. يلي تكبدها العدو لحد هلا لنعرف بصير عندنا بانوراما ل... لوين رايحة إسرائيل أو لوين رايحة الكيان <applause> المؤقت مثل ما نحن أولا أصاب الجيش الإسرائيلي تهشيما ما بعده تهشيم البنية التنظيمية اللوجستية المخابراتية آه الإسرائيلية باتت بحكم المتفككة ضباط آه كبار ينفصلون عن القيادة جنود يترجون ضباطهم بعدم اخذهم الى المعركه لان معنوياتهم صارت الخوف. بالارض عدم جدوى القصف قصف المقاتلات في ظل عدم تحقيق اي هدف يتعلق بتدمير هذه المقاومه نا. اربعه الازمه السياسيه الخانقه التي بدات تطل براسها في هذا الكيان عم نشوف مستوطنين عم يتظاهروا تماما كما قبل ال 27 لما كانوا ينزلوا بمئات الالاف على خلفيه اغتصاب نتنياهو لما يسمى القضاء المستقل صحيح. هو وعصابته وعم بيقولوا لحماس عم بيخاطبوا حماس بالشارع الاسرائيلي عم بيقولوا لهم ردوا لنا اولادنا وخذوا نتنياهو رهينه صحيح فاذا نحن امام مشهد تفككي للمجتمع الاسرائيلي امام بنك مركزي او ما يسمى ببنك مركزي بدأ يعني يشتري الدولارات ويغدق الدولارات على السوق بالأحرى 30 مليار دولار من اسبوع كب بالاسواق الإسرائيليه امام بورصه متهاويه امام توقف الحركه التجاريه والاقتصاديه اليوم انا بطرح سؤال اي مواطن اجنبي يستثمر بدولار واحد بقلب تل ابيب وقفت الحياه الاقتصاديه، وقفت حركه الملاحه، وقف مطار بن غوريون، وبالتالي نحن امام مشهد غير مسبوق في هذا الكيان من 48 حيث تفككت الاوصال الاقتصاديه والسياسيه والامنيه في هذا الكيان، شو عم يعمل هلا الكيان حتى جاوبك على السؤال. نعم اعتبر الكيان انه اللي صار ب بعمليه طوفان الاقصى من سبعة هي عمليه الترانسفير داخلي لمستوطنينه هلا هو عم يحكي بالترانسفير خلي يلم الترانسفير اللي عنده يه؟ عندك غلاف غزه اللي هو حوالي 90 كيلومتر واللي هو اكبر مساحه من من غزه بحوالي اربع او خمس مرات اللي هو مطوق مطوق غزه بالمستوطنات اي مستوطن اليوم يعود الى المستوطن اللي كان قاعد فيها افرغوه يعني هول جيبوهم من 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 اقاصي الارض مشحرين معترين خلقوا يهود قالوا له تعا عود بهالمستوطنة عندك جنينة وبيت وضمان صحي واجتماع ومدارس وجامعة ومنعطيك نحن كمان اغراءات اقتصادية عود واستقر هيدي ارضك هذا طلع هريبة هذا بعقله الباطن بيعرف انها ارض منا ارضه وبالتالي هذا مش بس خايف يرجع هيدا ما رح يرجع نهائياً فاذا عندنا كنتيجه اولى بعد هذه العمليه تحول هذا الغلاف الى ما يسمى بفر زون او نومنز لاند أو, او ارض يعني مثل الربع الخالي اللي ما فيها مستوطنين وراح يضل فيها كر ما بين عمليات المقاومه وما يسمى بدفاع الجيش الاسرائيلي عن هذه المستوطنه، طب هيدا يعني استنزاف دائم لقوى العدو. طلع فيه بحدوده الشمالية نحن مثلا حدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة صار في غلاف ترانسفير جديد مهم. كمان عشرات المستوطنات دفشون على 25 أو 30 كيلومتر لقدام اللي بقيوا بقيوا بالملاجئ اللي ما بقيوا حطوا لهم خيام أول مرة بحياة الكيان المؤقت بنشوف خيام لونها أزرق وعليها نجمة داوود ومشلوحة على شط البحر صار في مهجرين اذا اذا صح التعبير اسرائيليين لاول مره بتاريخ 48 طيب عندنا فاذا هيدي هيدي المشهديه بلا شو في بلا في مقاومين عم بيحاولوا انهم يحرروا الارض لانه عم يطلع مرات بوسائل الاعلام انه 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 حماس تحتل اراضي في في اسرائيل ابدا حماس لا تحتل اراضي في اسرائيل حماس تسترد اراضي فلسطين هذا منه احتلال هي هي ما عم ما عم بتحارب ارض يعني مش لها هي عم تسترد ارض اغتصبت منها ومشان هيك معنويات المقاتل المقاوم في قلب غزه تساوي ألف جندي اسرائيلي ومشان هيك 1500 مقاوم بقلب غزه اليوم او اللي هن او ال2000 او الثلاثة او ال20 مليون عسكري اسرائيلي ومن هون عم يتهيب إذا بدك الجيش الإسرائيلي أنه يفوت برا على غزة وهون اسمحيلي نعم بدنا نوقف أوه. عند فكرة التدخل البري. البري مهم كتير إنه هذا السؤال المطروح اليوم أنه ليش بعدهم ما دخلوا وليش يعني كأنه عم بيهددوا وشو بعدهم عم يحسبوا حسابات ولو بدهم يفوتوا كانوا فاتوا وهون لحتى نروح إلى رد فعل محور المقاومة كمان اللي طبيعي. صار ناطر التدخل البري او كيف بس بدي الفت بالنسبه للمخيمات او كذا يعني هي الصوره كثير صار في عليها التباس وقيل انها مركبه بالذكاء الاصطناعي وكذا متعلق بالمخيمات الصهيونيه وكله صار يتمنى ويقول ان شاء الله بتصير بس انه بهيدا المحل يعني ممكن يكون عندهم اجراءات قريبه كثير صارت خليني اقول نعم. خليني اقول انه الترانسفير الداخلي صار واضح وخليني اقول انه التهجير المستوطنين من مستوطناتهم الى خارج المستوطنات صار م. وخليني اقول انه اذا كان شكل الخيمه هو قماش او شكل الخيمه هو شلتر تحت الارض صار نعم وانه هيدي النجمه نجمه داوود اللي تبهدلت اليوم آه خارج المستوطنات صارت م. ان كان شكلها خيمه او شكلها ملجا صار الترانسفير. و... وأنا بضم صوتي لصوت الناس اللي عم بشككوا أنه هيدي الارتفيشال انتليجنس يلي يلي عملتها مم. إنما هذا استقراء لما سيحدث اليوم بلشنا هيك وأنا بأكد أنه بكرة رح تنتشر خيم اللجوء الإسرائيلي في كل مناطق فلسطين المحتلة إن شاء, فانيك... إن شاء الله من وهو من... وهون تفت... نفتح مزدوجين حول شغلة مهمة مم. صورة الحرب تصنعها حرب الصورة حلو ما حرب الصوره ما كثير يعلقوا علينا الناس المشككين اذا الخيمه حقيقيه او خيمه مش حقيقيه هيدا قد شغل على الحرب النفسيه هيدي حرب نفسيه وهيدي مقدمه للانتصار بالحرب العسكريه والحرب بالحرب السياسيه ترك موضوع الحرب النفسية ومتعلقات الإعلام لأنه بدنا نحكي فيه أكيد يعني ماذا المواجهة الإعلامية المطلوبة ولكن خليني بس يعني بالموضوع السياسي قارب بس هيدا المسألة بعد تدخل البري وين أيه. صار؟ شوف التدخل البري كان مضطر نتنياهو أنه يبيع المستوطنين وعد وطبعا لم يكن وعدا كافيا واتضح أنه وعد وهمي لا. أول ما صارت العملية وعيوا الإسرائيليين على حجم هذه العملية بيطلع الكابينت الإسرائيلي وبيطلع نتنياهو بعظمة لسانه بيقول سنسوي غزة بالأرض لا. وسنفتح أبواب الجحيم عليها وسنقضي قضاء تاما على حركة حماس هؤلاء ثلاث أشياء قالوا نتنياهو ما بيقدر يعمل هذا الشيء الا بالدخول البري امتحان الاساسي لهذه الوعود هو الدخول البري مش القصف الجوي م. القصف الجوي يعني ادى اذا بدك مهمته الانتقاميه يلي الاسرائيلي ما بيعرف يعمل الا هيدا اصلا م. ب 2006 عمل هيك بلبنان عمل تدمير وارض ارض محروقه لا. 96 عمل نفس الشيء وحتى ما تورع يضرب اليو ان ويقتل الاطفال وبعدها ذكرتهم بعناقيد الغضب ذكرتنا يعني بعدها حي حول م. هذا الموضوع لما فات بال2006 تعامل رابال على الموضوع دخل الاسرائيلي 30 الف عسكري من النخبه تبهدلوا وتقطشوا ورجعوا اشلاء ورحلوا 40 دبابه مركّافة بوادي الحجير مثل الماتش بوكس وهذا الدبابة اللي بيعتبروها الدوليكس وبيعتبروها الدبابة التي لا تقهر واللي ما بتنضرب والى اخره انضربت وراحت وتعطل بيع المركّافة الاسرائيليه لدول اوروبا بمليارات الدولارات اليوم شو راح يصير؟ أنا أؤكد مش من موقع الخبير العسكري، من موقع الباحث واللي عم بيقرا واللي عم بيشوف واللي عم بيربط أحداث. ما ينتظر الجندي الإسرائيلي إذا دخل على غزة سيكون أبعد من الخيال وأبعد من أفلام هوليود. لأن المقاومة ستخرج من الأرض ومن البيوت ومن الشجر ومن الأنهر ومن البحار والهضاب والسهول رح تطلع وتعمل يعني مفاجأة غير مسبوقة بتاريخ المواجهات العسكرية من هون الجيش الإسرائيلي عم بيقول عنا خيارين أو منفوت على غزة بخروقات محدودة ومنبيع جمهورنا انه والله خرقنا 10 امتار بمحل معين ليحفظ ماء وجهه وعملنا عمليه هناك وقضينا على حماس او على جب من المقاومين او دخلنا على نفق وفجرناه وهيدي كانت النتائج امم وبيرجع بينسحب بيقول بيطلع منه كذاب وبيطلع انه هو عمل عمليه بريه بالوقت اللي ما بكون عمل شيء والخيار الثاني انه يفوت على غزه باجتياح بري وهيدا في تحذيرات اسرائيليه امنيه ومخابراتيه للسلطه السياسيه باسرائيل بيقولوا لهم هيدا خط احمر لانه هيدا سيؤدي الى مزيد من القتلى بالجنود الاسرائيليين. <applause> الخيار الثالث اللي ما حكيت فيه وقد يكون هو الخيار اللي فيه يعني شويه منطق الا اذا كان الجنون الاسرائيلي رايح على الانتحار الذاتي هو الاحجام عن الدخول البري والبدء بالدخول بمفاوضات غير مباشرة برعاية بعض الوسطاء يعني اللي عم بحكي أنا مصر وقطر وبعض بعض الدول م. أولا سينتج عنه تبييض كل السجون وتحرير يعني الرهائن الفلسطينيين هو مش أسرة لأنه يعني مش حرب هذه كانت وبالمقابل حماس بتشوف كيف بتتعاطى مع هذا الملف طبعا من بعد ما يصير في وقف اطلاق نار م. وقف على الاعمال العدوانيه، فتح المعابر، ادخال المؤن والوقود والى اخره. انا أعد... انا باعتقادي باعتقادي انه العدو الاسرائيلي رايح على الخيار رقم واحد. تبيع طيب جمهوره هذا الوعد الوهمي انه عملت عمليه هون وعملت عمليه هون وعملت عمليه هون. بنهايه الامر رح ترتد عليه سلبا، رح تيجي رح يجي الجمهور الاسرائيلي يقول لحكومته انت كذبت علينا وعدتينا بالامن وما اعطيتينا اياه وعدتينا بالخروقات البريه او بالاجتياح البري ما اعطيتينا اياه ووعدتينا تقضي على حماس وما قضيتي عليها هودي يعني بحكم الوقائع الاستراتيجيه والنتائج التي ستترتب على طوفان الاقصى طيب اه نحن بلش وقتنا يدي بدي استفيد بعد من وجود حضرتك استاذ الفا اه يعني سريعا جدا موقف المحور المقاوم بشكل عام اليوم وين؟ محور كمان يعني هلا الكرة بملعب الملعب الاسرائيلي حاليا لحتى يفوتوا بالتدخل البري ساعتها بيكون الرد بشكل مباشر من محور المقاومة لا، انا المعرفة. انا المعلومات المتوفرة عندي اول شيء انه هذا المحور لاول مرة بيتظهر وكانه المحور الاستراتيجي متماسكي. الدائم اللي رح يكون بمواجهة المشروع الإسرائيلي لما كان سمحت السيد يقول أنه في شيء اسمه محور المقاومة وبلشوا وحده الخطاب الإعلامي ونحن بلشنا نشتغل على غرف مشتركة وبلشنا نعمل تبادل المعلومات مخابراتية بلشنا نشتغل مع بعضنا باتجاه تزويد بعضنا بكل ما يلزم لهذه المواجهة كان يقولوا الأعداء كان يقولوا أنه هذا حكي بالهواء لا هذا الحكي اليوم صار واقع وبالتالي صار في غرفة مشتركة تجمع كل هذا هذا المحور تدرس كل الإمكانيات المتاحة جزء من الصمت الاستراتيجي اللي المقاومة الإسلامية في لبنان عم تتبعه يربك هذا العدو وعم يحطها بموقع ما قادرة تعرف أو تتوقع كيف عم بفكر هذا المحور وبالتحديد المحور اللبناني مم. إدارة هذه المعركة إدارة حكيمة جدا إدارة استراتيجية جدا شفنا مشهدية مبارح باجتماع سماحة السيد مع حماس ومع الجهاد الإسلامي طلع تصريحات من قبل حماس والجهاد على وسائل الإعلام ما طلع أي تصريح من جانب سماحة السيد وبالتالي هذا بدل أن هناك خطط عم تنوضع هناك احتمالات عم بيتم درسها وبالتالي ننتظر منسوب م. الجنون م. الاسرائيلي وين بده يروح بعد الاحتمالات لحتى مفتوحه نبني أيضاً. على شيء مقتضى طيب خلينا نرجع لنقطه حرب الصوره اللي تفضل فيها هذا العنوان هيك مهم جدا لانه وحده من اشكالياتنا الاساسيه اليوم واللي بعد ما تسنينا نحكي عنها هي كيف ننقل ما يحصل الى يعني الغرب سيما بوجود مجتمع دولي يرى بعين واحدة سيدتي الكريمة أوافق تماما على أن المجتمع الغربي بمجمله ينظر بعين واحدة وفي ازدواجية معايير إنما يجب أن نعترف أيضا أنه مع تقدم إذا بدك المسار أو مسار المواجهة من سبعة تشرين لليوم صار في بداية انقلاب في الرأي العام طبعا العربي كان سريع أكثر الغربي بلش كمان يبرم امبارح أنطونيو جوتريتش أمين عام الأمم المتحدة يعني أقل الإيمان يعني عندنا بعض تحفظات حتى على الشيء اللي قالوا إنما استرجع يقول انه في مدنيين وفي اطفال وفي نساء وين المؤن وين كذا إيه قام المندوب يعني. الاسرائيلي م. وعلى الصوت وقال له لازم انت تستقيل نحن بلشنا نشوف بداية انقلاب في نظرة الغرب إلى هذا الصراع، عم نشوف برلمانيين أوروبيين، عم نشوف رؤساء حكومات حتى بقلب الولايات المتحدة الأمريكية، بإسبانيا، بإيطاليا، بهولندا هل آ... يعول فعلياً على هذا الضغط؟ يعول كثير، يعول كثير وهون بدي وجه أنا رسالة من قناة الإمام لأقول إنه الشباب العربي استعاد المبادرة وعاد الى عقله الباطن مركزيه القضيه الفلسطينيه مم. خليني اطرح معادله بدي اقولها يمكن لاول مره عبر شاشتكم الكريمه 2006 استطاعت المقاومه الاسلاميه ان تؤدلج من جديد العالم العربي بين مزدوجين السني باتجاه مركزيه قضيه فلسطين كبوا مليارات الدولارات من 2006 ليضربوا هذه الصوره مم. ويحطوا السنه بمواجهه الشيعه والشيعه بمواجهه السنه. نعم 2023 عاد سنه العالم الى المسجد الاقصى. عاد سنه العالم الى مركزيه قضيه فلسطين. وهذا اخطر شغله ممكن تواجه اسرائيل، لانه اسرائيل كانت تعمل ليل نهار لتعمل هذه القسمه بين الشيعه وبين السنه، لتعمل شيء اسمه الديانه الابراهيميه اللي بدها تدمر الديانات السماويه اليوم حماس استعادت المبادره واعادت الى الحضن الفلسطيني م. كل الضمير الاسلامي السني وبالتالي صار في نوع من وحده عربيه اسلاميه باتجاه هذه القضيه لا في شيء كتير مهم من عمل م. وعم تظهر صح برايك وعم تظهر كثير منيح عم نحكي اعلاميا من هذا وطالما ان المقاومه صامده طالما انه ان بالموازات الحراك الاعلامي وهون بدي احكي شوي عن الحراك الاعلامي لانه وقتنا ضيق سريعا جدا سريعا جدا كل واحد معه هاتف جوال بقلب غزه صار مراسل صحيح كل واحد وبالتالي القدره على امتلاك تقنيات التوزيع تو سبريد ذا صارت كثير كبيره الغرب عم يتفاعل معنا هلا ميتا عم بتسكر علينا زوكربيرغ عم بيسكر علينا بس قادرين وصرنا واصلين صارت الافيشات اللي عم نعملها واعلاناتنا حول هذه القضيه موجوده على على الاشجار وعلى البنايات وعلى الجدران في كل اوروبا انا اعتقد انه لا مسارنا الاعلامي مسار جيد وعملنا قياده كثير حكيمه للمعركه الاعلاميه بوجه العدو ان شاء الله نستبشر خيرا باللي عم تتفضل فيه واكيد مستمرين بهذا النضال على كل المستويات وفي كل الميادين أكيد بتضافر الجهود مع حضرتك شكرا. وكل الناس الصادقين والمخلصين بتجاه هذه القضية وإن شاء الله قريبا شكرا. نرى بأم العين نصرا لهذه الأمة ولهذه الأرض المقدسة ونجتمع مع أهل المظلومين إن شاء الله أهلا بكم ضيفا عزيزا شكرا أهلا وسهلا فيك الشكر وتحية لكم مشاهدينا ومستمعينا في ختام هذه الحلقة